صافي طواليت سالا تحدى هنايا كندخلوا اول حاجه كنلقاوها هي طوطو السلا خد دابا انا خطا مزوز انا كل لبسي شي حاجه غيرو وخرجي صافي هيو مرحبا بكم الشباب فيديو جديد غادي نديرو فقره ديال الميمز تطلع عاوتاني كيف العاده غنشوفو شي طرالات غادي نخلقوها دير معاك واحد كويك سبسكرايب وليتس جو تو اور فيديو يا بسم الله مع اول ترول شنو هذا انا فاش كنتلاقى مع داك عشيري الرجل اللي ما كيهزش في قلبه واخا ما نهضرش معاه سيمانه اول ما نلتقى باقي وعجلانكم اللي بحال هذا النوع واحد الكاك انا نقول لك واحد الكاك نقول واحد الكاك قول كاك غادي نحرقوا واخا نقول لك وهو راه نقدر نقول انه في ايحاء واخا كنقول لهم انا كنحشم بزاف اييه كان خدمت عند الشفناج يومين ويجري عليا اييه جرى عليا لانه كيقول لي صوب لي الشفنج انا كنقول لا كنصوب البيني اييه كيقول لي لا صوب الشفنج كنقول لي لا انا خصي صاصي في البيني حيت الشفنج كنعرف نصوبها كنقاده ولكن ما كنقدرش كنخليها بيني فهمتك كنخليها بيني وبين الله سبحانه وتعالى اش بيني وبين البيني تن تن هذا ندير كتشوف كنيفو زعما مع وراس والترتيب الترتيب تاع 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 مؤخره تاع الله ينعل دين امي انا المؤخره الترتيب مؤخره الترتيب كنشوفوا ان كتشوفوا الترتيب الترتيب تاع 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 مؤخره تاع المؤخره الترتيب مؤخره الترتيب كنشوفوا ان برسا وي فرحان بالتاهل للقرعه بدك تعرف اكيد من هو الداعي المهم احنا جات قدامنا باري شيء نعرف تسوقت نعرف تسوقت تسوقت نعرف خليك متشوق ما تغير فكرك ان شاء الله طلع لا لا ماشي هادو لا باري ماشي البايا هي هادي الوقيته وبالرجوله بغي كيدوز النار نعسنا في مارس ودابا راه ابريل رمضان باقي كاين عزيز نعسنا رمضان كامل عزيز الفقير فاش كيسخروني في رمضان انا ما غنبقاش نسخرك انت مولف كتسخر زنيت شي قنتينا في التنوب قنتينا في التنوب ورمضان هذا التنوب علاش لا هكا كديك فاطمه الزهراء خارجه بهذيك الجلابيه كتبين وانت اش كتشوفيها عيني كتهرب اللي كيتسخر كيسمغ لي حدا على راسو وجي حدا راسو وكاك لابس هذيك البيجامه في الغوط السروال في الغوط ناري 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 خونا كيسكعني ماشي كيتوب ولكن راه منقطه بواحد الفينيدي راه شهوه منه سير لزو اخر مره غنبقاش الى صحاب بارطاجيو مع كلشي الى الفلوس صافي واعري الله يخليهم ليا وصافي والله الله يتا صحابي بس زوينين كيبارطاجيو مع كلشي الى الفلوس كلشي حاصق كلشي حاصق علي وا اومين واش ما نخرجوش كل لبسي شي حاجه غيرو وخرجي صافي رجال بينكم وبين الماكياج حتى علاش هاد الشيت اصلا بلاش اخر ما كاين في الذكاء البارح كنت واقف في الدرب تعال تلقوه ولا باقي كيف شكلت وما يجي واحد ربعة الحايا من السلفيه الجهاديه وما يقولوا لي اعطينا خمسه اللعابه من الريال قلت لي لا ما عارفوش وما يمشي حين شكون قلت ليهم خمسة لعابة من الريال غيقول لي اعطيني اركان الاسلام وغيزمطني واه نبغي ندير الصواب خويا دريس ما يكون باس زهور سلامة لا جلس جلس اشنو جلس العشاء انا ما شميت والو انت داير العشاء نيزان القصف لا ماشي الطياب وشنو وليش كتكون يبرك العشاء لا كيشي دابا غير يدير العشاء قلنا نصليو جميع ناز تصحاب لك سهلة ما سهلاش متشرفين اختي خليتكم على خير فاش بجوجكم كيكون راسكم قاصح واو بجوج مضيرين فيكم قاصح ايه تلاقيت موت سيفور دابا فهاد اللحظة هما بجوج سيبو جماعة اهلا حماد هاني نبغي غير كيتسالمو هما دابا كيدوو فاش كتجبد شي سروال قديم وكتلقى فيه فلوس زوزين مساكن
ولي الفلوس تعرفوا المعاناة ديالي مع العيش ومحزوزين مساكن هذا اكثر اللي جا اليوم اللي كنا محرم زيد صلاة الجمع خصوصا في رمضان زوينة صلاة الجمع هو خارج رمضان في رمضان اكثر هي كتلقى بوم كتلقاش بلاصه فين تجلس خرج رمضان تخرج الصلاة تعاودو بالحلق اللحية خوت راه ما عندناش ولكن ما خصناش ما كنحسناش حنا هذا الشيء بقى فيه شويه لا هادشي عفا الله عما سالف صافي حيدت انا من هادشي ديال ديك الراديو في وخط ودير بو المهم جربنا حقنا صافي دابا انا مخليها عاديه داكشي عادي كمل شي حاجه اخرى مازال اسبال زعما شناهو تدخل ب كيفاش السروال زعما خصو يكون طالع فوق الصنداله فوق زعما ما هبطش على السبرديده ما عرفتش شنو هادشي هادي الصراحه مرسجه شقات فوق الركبه هادشي بالنسبه زعما ديال الصالات ديال الصالات ايه كي زعما باش تخرج به الزنقه الشرطه كما تكونش داخل الجامع بحال هكا عادي ولكن بالنسبه للجامع وديك البلاصه مقدسه خصك تحترم القوانين ديال لا الحديد حرام عند الرجال كيلبسوا العيال هادشي او تدب ذهب تا هو مزيانش لبسوا الرجال اللي قلت لكم شي صاروا القلادات نايس المهم استفدتو بعد ما عيت شوي زيد تشوفوا شنو هادشي النهار كامل وانا مخشي في بيتي والدار فرحو حيت خرجت نجلس معاهم شوي انا واش دونا الماكله يلا صافي من الاخر حتى شو هاد العيالات والله ما بقاو ساهلين الا عنده شي مو يحضيها ويشوف شنو كتلوح فاش كتصيفط لشي حد ميساج بالليل وما يجاوبك حتى للصباح بلوكيه حيت انت ماشي حمص باش تبات مرقد فاش كت وا وا ربات الامهات بداو يخرجوا لينا الكلاسات اش تجهيتي تاكل في السحور انت رمضان في رمضان يا جماعة وصلت للدرجات دي في رمضان مفيش وحدة تخرج تخلي لي باع الشتاقة شطة بشطة ده مندوب على باع وانا بصبح اللي حقر عيني بصبح وانا بصبح باع بلاش تبا هذا درع عش دي اللي من صغره الزيف وتش راه كم دي كيبدا القالب وحيدوا ولادكم وتش اللي درع لي خلي ودرع اللي بنت ديروا لي الزيف تقاش تعلموا ديك شي مقلوب صاحبي مصاحب مع خمسة وكيهضر مع سبعة هو فاش كتهضر معاه شي دري جديد كاينه خديجه ما تعطينيش النمره ديال الواتساب ديالك نهضروا في الواتساب انا عندي النمره جديده 07 يلا خرجتها ما عندي حتى واحد اول وحده هي انت اش بالك في هذه القضيه اول وحده هي انا اقسم بالله العلي شحال فيه ديال الكذوب وكيزيد بالحلوف واو 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 ما كيتقعداش الياس وي خونا ركب فم في ثانيه وحده تشو خصو يبقى ساد فم والي دركا ما خصوش يحلو الفوق تشو ولا شي فيلتر ولا كيرد سنانو هكا ولا خونا سنانو ما مقادين ما فهمناوش اخو لقيت من الصباح كنقلب على الثفوف ما لقيتوش هذا الطاسه ما عرفت خالتها تدفع غير خالتها الواده غير كتخبيها شي في الطاسه ما فهمتش قلت انا كناكل وتقول شكل شي مذاق بشكل فهمتوني كيضرب امن وحليب زيد وشو هي قاصح الثفوف فهمتو بزيو ما عرفش وبلاتي تانا تستوى سنوى هادشي كيف طوطو كاين بيمو صافي الطواليت سالات حدا هنا كندخلوا اول حاجه كنلقاوها هي طوطو اسال خد دب انا خطا طوطو مكتوب بشنويه يلا تبارك الله على الاخ طوطو صافي بارسلوني وريالي حاليا جوج ماتشات قاصحين بالرجوع هجوم الباري
انا باقي مبابي فيه سو تلعب زياد بجي ريال. السيتي راه هي احسن ايكيب عاوتاني في هذا الموسم، يعني تلاقات مع احسن ايكيب بالنسبه للسكواد ديال ريال. واعر السيتي تاي في الدوري الانجليزي راه ديما هي الطوبي الاولى، يعني ماتش غيكون قاصح. ماتش ريال والسيتي واخا انا بارسا، ماتش ريال والسيتي غيكون قصح من بارسا وباري، فهمتي كيبان لكم. حتى بالنسبه للاعوام اللي فاتوا فاش لعبوا تشامبيونز ليغ، هذا كان في الاول ريال قصات السيتي، واش دير لهم رودريغو فما حاجه، ومن بعد جاو السيتي قصاو ريال. راه بزاف هاد كيديروا ريمونتادات ماشي في الماتشات، ريمونتادات في البطولات. الى الله بوينت اوف فيو. انا فاش كيوصل العصر محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا اشهد ان محمد رسول الله، كنت بلوك كنت ولي تفكر في القصه، وخصوصا الماء. الماء هو اهم حاجه، اما الماكله تقدر تصبر عليها شويه. على الشخصيه ديالي سي عزيز الحطاب سبونسر ديالنا في رمضان، ماقدرش نهز عيني في شي بنت تكون زوينه دايزه قدامي، ما كنهش فيها عيني كنحشم، وحياتي كلها دايره بحال هكا. اقسم بالله تكت هذا انا في 2016 زعما، ماشي هو المهم فهمتوا الهضره اللي تيقول 2016 2017 دابا ما عرفتش مزوز انا. الخوت هنا غتكون سات الابيسود ديالنا، كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا بهذا الفيديو، وخليوا واحد لايك سبسكرايب كومونتير زوينه كتزيدوا تموتيفيوني باش نزيد لكم مازال فيديوهات اكثر. يلا تهلاو في راسكم، بيس اوت، بصحة صحوركم.